انضم معي من أبها مراسل الإخبارية عبد الله العبيد. عبد الله مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. عبد الله يلي تكلمنا عن هذه القرية قرية طبب وحدثنا عن الفعاليات اللي فيها. أهلا بك فيصل. صحيح أنا متواجد اليوم في منطقة عسير ومن مكان مميز واستثنائي حقيقة في هذا الذكرى 91 لتوحيد هذه البلاد. اليوم احنا في هذه القصور, قصور أبو نقطة المتحمي وقرية طبب التاريخية. هذه القرية المميزة التي أصبحت واجهة إحدى الواجهات الوطنية لاستقبال الضيف والزائر هنا في منطقة عسير, واليوم أصبح لها ارتباط حقيقة وتأصيل لمبدأ الوطنية لما كان عليه الآباء والأجداد وما تعيشه المملكة العربية السعودية من هذا الحال. الحديث أكثر عن هذه القرية وأيضا امتدادها التاريخي وأيضا احتفالاتهم باليوم الوطني أستضيف الأستاذ سعيد المتحمي, هو رئيس مجلس إدارة قرية طبب التاريخية. حياك الله ضيف معنا عبر الإخبارية, ودنا تطلعنا على طبيعة هذه القصور الأثرية واحتفالاتكم باليوم الوطني السعيد. حياكم الله أستاذ عبد الله ونحييكم ونحيي مشاهدين الكرام, أهلا وسهلا فيكم في قصور أبو نقطة المتحمي في طبب التاريخية. حقيقة مجموعة قصور تقريبا حوالي 6 قصور تم ترميمها الحمد لله والآن هي في وضع نهائي واللهم لك الحمد. نتحدث اليوم عن ارتباطها بالمملكة العربية السعودية وأيضا تحديد الاحتفالية في هذا الموقع تحديدا اللي يعني حضور الكبار والصغار الرجال والنساء في هذا الموقع ويعني احتفائهم في مناسبة وطنية عزيزة على كل مواطن سعودي ومقيم. أكيد الحمد لله رب العالمين, أمس كان في احتفال كبير جدا وكنا حريصين على أنه يكون مميز بحكم أهمية الموقع وطبب بحكم تحالفها القديم منذ الدولة السعودية الأولى مع أئمة آل سعود. الحمد لله كان في احتفال جميل حضروه جمع غفير من الأهالي والمواطنين, وتميز الحفل بحضور مجموعة كبيرة من الجنسيات الشقيقة الموجودة عندنا في المنطقة هنا, وكان تميز للأخوة الباكستانيين حضروا احتفلوا معنا وجنسيات أخرى, والحمد لله كان الوضع جدا جميل. فعاليات تقريبا إلى الساعة 10 في الليل من بعد العصر. الحمد لله رب العالمين هذه ذكرى عزيزة على الجميع, وهذا أقل شيء ممكن الواحد يقدمه خاصة في محل أو موقع تاريخي له أهمية قصوى في بناء هذا البلد العظيم منذ مئات السنين. صحيح, نتحدث عن مشاركة يعني المقيمين في المملكة العربية السعودية واحتفالاتهم باليوم الوطني, ودنا نطلع أيضا المشاهدين على استمرار الفعاليات هنا في هذه القرية التاريخية وأيضا طبيعة الفعاليات المقدمة هنا في هذا المكان. الحقيقة الفعاليات هنا المركز الوطني للفعاليات مسوي فعاليات هنا منذ قرابة شهر ونصف تنتهي في 30/9, وهي فعاليات متنوعة ما بين تراث شعبي ومسرحيات وفعاليات يومية. تتركز الفعاليات بشكل أكبر في يومي الخميس والجمعة والسبت, وهي مستمرة إن شاء الله إلى 30/9 من الشهر هذا, ولكن القصور إن شاء الله أنها حتستمر في الخريف وفي الشتاء وفي الصيف في الربيع, تكون إن شاء الله مزار لأي زائر يحضر للمنطقة سواء من خارج المملكة العربية السعودية أو من داخل المملكة العربية السعودية. صحيح, احنا نتحدث عن محمد ينقل المشاهدين يعني طبيعه هذه القصور وتفاصيلها القديمه والبناء اللي ساهموا في هؤلاء الرجال للمشاركه في بناء هذا الوطن وما نحن عليه الان من نعمه وامن وامان وايضا قصور وتنافس المملكه العربيه السعوديه في شتى المجالات. كيف تلمس الانتقال بين مرحلتين؟ الحمد لله رب العالمين. الحقيقه انه يوجد في المملكه العربيه السعوديه وجميع اجزائها وجميع مناطقها موروث وتراث وحضاره تستحق ان تظهر وتبرز وتكون علامة مميزة إضافية للمملكة العربية السعودية في ظل تقدمها, وبحكم أن المملكة العربية السعودية أحد دول 20 والبلد الأول في العالم الإسلامي والعالم العربي, فالثقافة والحضارة الموجودة في المملكة موجودة وتستحق الإظهار سواء هنا في منطقة عسير وفي جميع مناطق المملكة. شكرا لكم وجهود مميزة. شكرا لكم أستاذ عبد الله, وبهذه المناسبة تقدم بي 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 بأعظم التبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة عسير بمناسبة عيد الوطني 91, والحمد لله ونسأل الله أن الله يحفظ بلدنا ويديمه إن شاء الله فوق رؤوسنا فخر وذخر إن شاء الله. شكرا لكم جهودكم. الله يحفظك طول عمرك.
إذن كما تشاهد فيصل تواجدنا اليوم من هذه القرية التاريخية ومن هذه القصور المميزة التي باتت إحدى أيقونات العمل الحقيقي في منطقة عسير لتشارك الوطن في يومها الوطني 91 برجالها وطبيعتها وبيئتها التي كانت حقيقة إحدى محاور الرؤية الوطنية للطبيعة التي كانت شريك حقيقة في المساهمة في بناء الإنسان والمكان هنا في منطقة عسير.